إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي ومتابعي قناة ستور تيفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم عن تربية الحمام. وتربية الحمام الصحيحة هي ليست بوسيلة عملية بسيطة ولا تحتاج إلى خبرة عالية. فإذا كنت أخي المربي، أختي المربية، تريد أن تمتلك قطيع حمام متميز وذو إنتاجية كبيرة، فسيكون هناك العديد من الخطوات الهامة التي يجب عليك اتباعها. حتى نسهل عليك الأمر، ربطنا الاتصال بالسيد حسان اليوسفي من مدينة صفاقس التونسية، والذي شرح لنا مجموعة الإجراءات والعمليات اليومية التي يجب على المربي أن يقوم بها. وأول سؤال طرحناه عليه هو: ما هي الكيفية التي يتم من خلالها اختيار قطيع الحمام؟ يمكن اختيار أنواع عادية ورخيصة الثمن في البداية كنوع من التدريب على تربية الحمام في البداية للشخص الذي لا يمتلك الخبرة الكافية لذلك، وبعد ذلك يقوم بإدخال أصناف أخرى الأعلى ثمنا والأفضل للتربية لخواصها المميزة سواء في الشكل أو الإنتاج اللحم، ويفضل شراء الذكور والإناث من نفس المكان، وذلك لضمان استمرار العلاقات القائمة بينها وعدم الحاجة إلى تضييع وقت طويل للقيام بالتزاوج الجبري. يفضل تزويد الأقفاص بكميات من القش لضمان عدم استعمال الطيور للريش الملوث ببقايا الروث، والذي قد يزيد من إمكانيات انتشار الآفات الحشرية والأمراض بينها. أما بخصوص مسكن الحمام، فقد أشار السيد حسن بأن هناك مجموعة من الاعتبارات التي يجب أن تراعى في بناء مسكن الحمام، وقد لخصها فيما يلي: أن تكون الجدران مفتوحة قدر الإمكان وفي مكان جيد التهوئة، وأن تكون الطيور بداخله محمية من أشعة الشمس المباشرة مع ضمان وصول أشعة الشمس إلى داخله لفترات طويلة خلال النهار. ويمكن أن يتم وضعه إما على سطح المنزل فهو المكان الأفضل، ويمكن أن يكون في حديقة المنزل إن توفرت المساحة التي تلبي الشروط ولم يتأذى سكان المنزل برائحة الحمام. يفضل عدم ترك الحمام يغادر القفص لعدة أسباب ومخاطر قد تواجهه. أما بخصوص العلف المقدم لسرب الحمام، والذي يعتمد عليه السيد حسن في تربيته لقطيع حمامه، فقد أشار إلى ما يلي: يقدم العلف للطيور، وهو في الغالب من القمح أو الشعير أو الذرة المجرورة، على أن يتم خلطها مع بعضها أو شراء علف جاهز يكون به هذه الحبوب ومواد مغذية أخرى، ويمكن إطعام الطيور على فضلات الأرز والخبز وغيرها، مع اهتمام بتقديم كميات مناسبة من الحصى يوميا، وذلك لحاجة الحمام لها في عمليات الهضم. أما بخصوص عملية التزاوج، فقد أشار هذا المربي إلى نقطة مهمة يجب عدم إغفالها، وهي: عند أجراء التزاوج يجب عزل الذكر عن الأنثى القديمة لشهرين على الأقل لكي لا يعود إليها بعد عودته إلى السرب. وبخصوص الاهتمام بقفص الحمام أو نظافته، أشار إلى أنه يجب أن تتم تنظيفه بشكل مستمر، على أن يتم تنظيفه بشكل كبير مرة بالأسبوع من خلال شرحه التالي: تنظيف القفص مرة كل شهر على الأقل لضمان عدم تراكم الروث داخل القفص وحول الأعشاش، ويمكن أن يكون هذا الروث مادة خامة لإنتاج أفضل أنواع السماد. حلقتنا لهذا اليوم انتهت. تشكرتنا للسيد حسن اليوسفي من تونس الشقيقة، شكرا على هذه المعلومات القيمة. وأنتم مشاهدينا ترقبونا في حلقة قادمة بخصوص تربية الحمام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.